زوجتي الحبيبة سمر. نعم زوجتي، اسمحي لي أن أكتب هذا الخطاب الذي قد يصلك في يوم من الأيام وقد لا يصلك، ولكنني سأحاول فيه جاهدا أن أكشف لك حقيقة حسين الذي يدعي البراءة والطيبة والنبل بينما هو الشيطان بعيني. سامي بعدين يا مسعد، أعمل لي في اللي أنا فيه؟ أحل المشكلة اللي أنا فيها دي إزاي؟ هي مش موافقة خالص؟ لا، يبقى مفيش قدامنا غير حل واحد، بس ساعتك لازم تساعدني فيه. فضحنا في كل حتة. ما تخافش، ما انت اسمك مش مكتوب. اي حد هيقرا الكلام المكتوب هنا هيفهم مين المقصود بيه. ما حدش يعرف يا حسام ان احنا متجوزين اصلا. انا مش فاهم هو عايز ايه، مش خد فلوس وخلاص؟ حاجة تقرف. الموبايل بتاعي فين؟ يوه نسيته جوه. ليالي جيبهولي لو سمحتي. اتفضل. مش عادتك يعني تنسى الموبايل، ده انت على طول ماسكه في ايدك. معلش بقى، الواحد دماغه في ايه ولا في ايه؟ انا عارف ايه اللي جرى لي اليومين دول. ايه ده؟ العصير ده ناقص السكر. ده عصير فريش ما بتحطش فيه سكر اصلا. طب دوقي كده وقولي لي. ده انا اللي عاملاه. ماله كويس؟ لا ناقص. دوقي كويس. شوفي ناقص طبعا سكر كتير قوي. بقول لك ده من غير سكر، ده برتقان. خلاص اشرب اشرب. انت عصبك تعبان قوي الايام دي. انت شايف اللي احنا بنمر بيه يا العيال، مش عارف الاقيها منين ولا منين. بقول لك ايه، ما تيجي نسافر يومين كده نغير شويه جو. سافر ايه بس يا ليالي، ما انت عارفه اللي احنا فيه. ايه مالك؟ لا مش عارفه، بس حاسه ان ايه ناشف شويه ودايخه. طب اشربي بقى كمان. ماشي.